شن قصة الصورة اللي نزلتها لكم صديقة واحدة من أصدقائك وانت شادة في إيدها؟ أوكي، طبعا هي القصة طويلة. اللي صار إن أنا كانت عندي صديقة، صديقتي الصدوقة جدا، كانت كده عارفة معي لمدة 7 سنين، كانت يعني خلينا فوق من كلمة أخت، تمام. اللي صار إن فجأة بدأت تصير تصرفات غريبة من ناحيتها لما بدأت أنا نطلع على السوشيال ميديا. فيوم من الأيام كنت في إيفنت في المدرسة الأمريكية في طرابلس، وعطيتها تليفوني قلت لها صوريني. فلما هي قاعدة تصور فيا، أنا بعثت لها صورة ليا وبعثت لها صورة قديمة. هذه قبل الشهرة؟ لا، هذه بداية شهرتك. بداية يعني تقدري تقولي في أول 4 شهور 3 شهور ليا. أوكي. فاللي صار إن هي لما أخذت تليفوني شن دارت؟ نزلت الصورة، صورة يعني نزلت صورة خاصة لي في أكاونتي ومعها كابشن، والصورة يعني كانت لي أنا طالعة من المستشفى ونتسهوك معاها، وبعثت لها الصورة أنت ظابطة ضحك. بس كانت في صورة ليك وللشخص اللي كنت تحبيه جايتك الدواء. فاللي صار إن هي نزلتها ولا؟ لا لا، إن اللي صار إن هي نزلتها في أكاونتي، فبعدين مسحت الأبليكيشن بتاع الانستا، فأنا انصدمت. مركني أنا على فكرة، مركني. كملي داليا لو سمحت، القصة مؤثرة. المهم أنا عارفة، قاعدة أحاول أنسجم. اهتمامي من كثر الصدمات قاعدة أحاول أنسجم. كملي. المهم فنزلت الصورة عندي في الانستغرام تاعي ومسحت الأبليكيشن. فجأة أنا بعد ممكن 10 دقايق تليفوني يرن، ما فهمتش قصة هالبنات يرن عليا. قمت التليفون، أكاونتك متهكر منزلك صورة. كيف أنا تليفوني كيف كان في يدي؟ نجيني بنفتح تليفوني، نفتح الأبليكيشن الانستغرام، نلقى الانستغرام أصلا ممسوح. وأنا كيف ما نقوله في لحظتها من كتر ما هي يعني صاحبتي ما فكرتش أصلا في الموضوع إن هي اللي وراه. فنزلت الصورة هذه وانتشرت وعايروني بيها وقعدوا يتكلموا، ما قلبت السوشيال ميديا على الصورة هذه مع الكابشن اللي كان موجود. طبعا كابشن جدا قليل أدب. فبعدها اللي هي دارتها إن هي دارت أكاونت وهمي وبعثت الصور أخرى لي مع الشخص هذا، وكانت سبب في نشرهم. شو السبب؟ على شيء تصرف هذا يعني؟ شن في بيناتكم؟ أنا واجهتها في الأول نكرت، بس بعد سنة كاملة اعترفت لي بالموضوع، قالت لي إن السبب كان إن هي غايرة منك. هي ما قالتش إن أنا غايرة منك، هي قالتها بمعنى إن أنا غرت إن أنتي السوشيال ميديا والخدمة والمواضيع هذه وبدأت تعرفي على ناس تانيين، بدأت يعني كأنك تفوتي فيها وتبعدي عليها. حست انك انت بعدتي عليها بعد ما انشهرتي وهيكي. هل تشوفي انت سبب مقنع هذا نهاية ديريكي؟ لا مش مقنع. سامحتيها ولا ما سامحتيهاش؟ لا ما سامحتهاش. داليا اليوم انت طبعا مشهورة وصورك اوريدي في السوشيال ميديا معبية، قاعدة تعرضي الابتزاز والتهديد. ايه اكيد. بصور؟ مش بصور، لكن هل بتهديد هل بابتزاز؟ يعني ابسط حاجه ان في شخصيات للاسف الشديد يتكلموا على الابتزاز الالكتروني في السوشيال ميديا وهم اصلا مبتزين، هم اصلا يهددوا. والمشكله ان الموضوع هذا قاعد يتفاقم شويه، وجماعه السوشيال ميديا يتعرضوا له اكثر من الناس الطبيعيه. طبعا ايه، وانا متاكده ان كل انسان كان في السوشيال ميديا تعرض لمرحله، سواء كانت من الابتزاز بالصور او الابتزاز بحاجه معينه او الابتزاز بمعلومه. يعني ديما الأمور هذه الخصوصية بتاع الشخص ديما للأسف الشديد تتعرض للاقتحام، تتعرض للنشر، يعني شيء مقزز.